اهلا بكم في حلقه جديده، يا رب تكونوا بخير. المره اللي فاتت اتعلمنا ازاي نشغل البلايستيشن 2 على الكمبيوتر. النهارده زي ما كنت قايل لكم هنتعلم البلايستيشن 3. الموضوع برضه سهل جدا وبسيط، مفيهوش فيه اي مشاكل. اول حاجه هننزل البرنامج. ادي البرنامج ده افضل محاكي او تقريبا هو مفيش غيره اصلا، ده لو لقيت يعني موجود دلوقتي. هو طبعا كل سنه بتطوره، يعني انا افتكر انا لعبت كنت بلعب الالعاب عليه مثلا من سنتين ثلاثه ما كانتش الالعاب بتقطيع، ما كانت معظم الالعاب مش شغاله، لكن حاليا طوروا فيه جامد جدا جدا، وهم يعني شغالين لله وللوطن يعني، بس هم شغالين بدعم، ناس بتديهم دعم شويه ماديات، فهم ده اللي مخليهم يكملوا. المهم هنفتح الموقع بتاع البرنامج، هسيب لكم اللينك في الوصف. هنحمل البرنامج عادي، طبعا لازم يكون اقل حاجه 64 بايت. يعني ليه هو دي اللي جاي لك 64 بايت؟ لان اللعبه مش هتشتغل عندك على جهاز رامته 4 جيجا، الموضوع هيبقى صعب جدا. ومعنى اقل حاجه 8 جيجا يا جماعه، اقل من 8 هتلاقي تقطيع جامد، مش هتعرف تلعب اصلا اي حاجه. تمام، بس هتنزل البرنامج عادي جدا، ينزل معاك بالشكل ده اهو. ادي البرنامج هينزل معاك مضغوط كده اهوت، بس انت تحطه في ملف، لانه طبعا هيبقى في ملفات كتيره، فانت هتحطه جوه ملف، بس هو جوه مضغوط تعمل له اكستراكت ويطلع عندك بالشكل ده. تاني حاجه هتنزل الفيرم وير زي بلايستيشن 2 برضو. تنزله منين؟ او من موقع بلايستيشن الرسمي، سيب برضو اللينك في الديسكريبشن تحت. هتنزل داونلود بي اس 3 ابديت وهينزل معاك عادي، حجمه 195 ميجا اهو، ملف بسيط جدا هينزل معاك. تمام، هتحمل البرنامج وتشوف اي لعبه انت عايزها تختارها، بس قبل ما تنزلها اتاكد ان هي شغاله. اعمل بحث انا على الموقع وتاكد ان هي بلايبل او ان جيم، اقل من كده لا بلاش تنزلها، بس باذن الله هتلاقي معظم الالعاب شغاله يعني. بس ادي نزلنا البرنامج، نزلنا اللعبه. انا نزلت لعبه سايلنت هيل لان كانت حصريه على البلاي ستيشن للاسف وما عرفتش العبها. ادي اللعبه وادي الفيرم وير. هنعمل ايه؟ هنفتح البرنامج اهو بدون اي مشاكل. اوكي، دلوقتي عاوز اقول لك ابديت، فمش وقته يعني، مش وقت ابديت يعني دلوقتي. تمام، دلوقتي هنعمل انستول للفيرم وير. من فايل انستول اختار الفيرم وير، كان هنا شن 3 نستنى. اوكي، بس كده هو هيظبط شويه حاجات. كأنه بينزل جهاز بلايستيشن 3 على الكمبيوتر عندك بالظبط، شطب وينزل ويظبط حاجات كده ويفرفش الدنيا. طب دقيقه وارجع له تاني على ما يخلص. تمام يا جماعه، هو كده خلص عادي مفيش اي مشاكل. بس تاني حاجه هنظبط البتاع الاعداد بتاع البرنامج. هنيجي عند كونفيجريشن هنا. تمام، عندك سي بي يو جي بي يو. سي بي يو مش تعمل اي حاجه، هو حتى لما ضاف عليها هتلاقي عامل لك اهوت this is by far the fastest option، ده افضل واسرع حد، بيقول لك ده لازم هو اللي تختاره. وهنا نفس الكلام، فالسي بي يو مش هيعمل فيه اي حاجه وهنسيب كل حاجه هنا. لو انت عاوز مثلا عندك ست انويه كنت تخلي البرنامج مثلا يشتغل على اربعه بس على سته بس، بس انا سيبها اوتو يعني. مش ليه تحجب مثلا على الجهاز، ليه تحجب عليه امكانيات؟ لا سيبها عادي. تمام، الجي بي يو هنعدل فيه حاجات بسيطه. الريندر احسن حاجه الفولكن في البيشن 3، احسن حاجه في الفولكن في البيشن 2 لو انتوا فاكرين كان الاوبن جي ال ده احسن حاجه. هنا كاتش طبعا زي ما هو، الريشيو هنسيبه زي ما هو، الفريم ريت هنعملها اوتو مفيش اي مشاكل. الفلتر عادي ممكن نخليها 4 اكس، يعني كل ما تعمل اكتر كل ما تلاقي الحاجات حديه فيها اكتر والجرافيك احسن، بس بلاش شال قوي عشان اللعبه عندك تشتغل سلسه قوي. فهو 4 اكس حلو يعني، هتلاقي اللعبه معاك جميله. ريزولوشن هتسيبها زي ما هي، بلاش مثلا تعملها، لا هتسيبها زي ما هي. افرض انا عندي الشاشه 1080 بايت، فعاوز لا عاوز تعمل 1080 بايت، تتك دي كمان سنه كده اللي جت معاك ايه 150% 1080 بايت. لكن ما تلعبش في دي هتعمل عندك مشاكل برضو في
لا بس والتك سيف. تاني حاجة الدراع الباد زي عادي اهوت باد كي اختار عادي نوع الجهاز اللي انت عايزه. نوع الدراع انا هنا موصل دراع بلايستيشن 4 اللي هو دويل شوك 4. انت مجرد بتختار الدراع هو هتلاقيه معاك، هو هتلاقيه متسطر جاهز اصلا يعني عموما. حتى جايب لي هنا البطارية هو 90% جاهز. طب افرض مش متسطب عادي زي كأنك بتعمل بي 6 عادي اب اهوت الضرب اهو عادي السيركل عادي فيش اي مشاكل خالص، هتظبطه عادي كأنك بتعمل حاجة عادية جدا هنا يعني اهو تمام. ال واحد اللي هو ده الاثنين ار واحد تمام دي ار اتنين قصدي ار اتنين ده ار واحد ار واحد الستارت والسلكت فين اهو فين اهو السلكت هتجيب لك فوق الشيرة ده عمول الاوبشن يعني كل حاجة اصلا مجهزة يعني مش هتعدل اي حاجة مفيش اي مش بيس بوتن بيس بوتن كل حاجة جاهزة مش هتعدل حاجة تعمل سيف هزيت حتى شغال تحت اهوت من ما اعمل اي حاجة بس سيف. دلوقتي هتضيف اللعبة بس فين اللعبة يا سيدي اهو كنت منزل دي تعمل سيلكت فولدر بس تاخد وقت شوية بس عم تبدأ اللعبة تظهر معاك هتعمل بقى ايه اكنها بتسطب يعني تظبط كده شويه حاجات. طب يا جماعه دلوقتي هو بتسطب اللعبه عادي جايب لك كانه بيشان 3 بالظبط يعني بيقول لك بليز دونت تيرن اوف بيشان 3 سيستم يعني كانك بيشان 3 وانا جايب لك الفريمات فوق اهوت الفريمات. طب طب انا ليه الشاشه عندي شغاله صغيره؟ مفيش اي مشاكل تم الت انتر بس بقت عندك فول سكرين بس كده يا جماعه كده تقريبا خلصت كده سطبت اللعبه تمام اللعبه بتتم معانا عادي مفيش اي مشاكل خالص. ادي اللعبة نعمل نيو جيم عادي ضغط زي ما هي جيم نورمال اوكي نيو جيم اكسبت. فممكن تلاقي يعني كليكات زي البتاع مثلا زي ما شفناها كده كانت الشاشه حمراء يعني تلاقي تكات كده بسيطه يعني مش الحاجه جامده قوي. هي في الاول بس هتعمل كده لكن بعد كده تشتغل معاك كويس جدا جدا بس هي لسه جديده على الجهاز. All set. Make it quick, huh? Follow me. حرك معادي. تمام يعني بس هو اول يعني المشهد اللي جديد بتعمل كده لكن اللي هو انت لو لعبت لعبه تاني و ولعبتها مش هتلاقي التقطيع ده نهائي يعني خالص. Make it quick, cupcake. Hey, okay. I almost forgot. I left you a little present on the bench. Have fun. Bench? Any bench is up. Bench, is that?
You're not changing your mind, are you? Hey, Murr. I'm gonna let you in on a little secret. When you guys are running a shower, the steam fogs up the cameras so bad, we can't see anything that goes down in there. You get what I'm saying? عشان الشارع كلها. تعال يا حبيبي تعال. Jesus, you scared the hell out of me. What the hell's going on? Where's Sewell? هنقتله تقريبا. There's been a mistake. I'm a sequestered prisoner. You're not supposed to be here. Guards? Officer Sewell, hello? You don't recognize me, do you? What? Guards! Anybody? We used to be neighbors. Guards! Open the goddamn door! Help somebody! This is a violation of my rights. Who the hell do you think you are? When I talk to the warden, No one's listening. Help! Jesus, help me! Help! Boom. Help! Shit. Atalo. Danny? Pick up another weapon? ايه يا عم دخل السكينه في ضهرك يا ابني بتهزر اوف نفرتكوا يا عم موب بقى يا عم بس خلاص مات كابوس. Did I wake you, Pendleton? Come on, rise and shine, Cupcake. You know the drill. Today's a big day, huh? Tell you the truth, I'm sort of sorry to see you go. انت السبب يا ابني انت السبب انت لو اديت الداهية انت اللي خليتني اقتله يا جماعه احنا جربنا الاول اللعبه لقينا في تقطيع سنه شويه والجفاف بيعمل ف
فجربت حاجة تانية فلقيت اللعبة الحمد لله ظبطت معايا أكتر. يعني كده اللعبة مقارنة باللي قبل كده أحسن بكتير يعني. طبعا اللعبة طبعا هي كده يعني، هي للأسف اللعبة كانت على 30 فريم وقتها البلايستيشن 3، يعني ما كانش طبعا في 60 فريم ولا الكلام ده خالص، كانت تقريبا أقصى حاجة 30 فريم. تمام كده اللعبة كويسة جدا جدا جدا. وانا هقول لكم دلوقتي انا غيرت ايه في الاعدادات بتاع البرنامج عشان تبقى برضو عندكم ظابطة. لا دلوقتي كده افضل بمراحل. تمام هي كده اللعبة شغالة تمام كويس جدا. هقول لكم انا غيرت ايه. غير هنا في السي بي يو، هي كانت معموله دي هنعمل ديت فاست ونعمل دي فاست برضو، وشلت الاربعه اكس فلتر يعني شلتها، يعني لقيت اللعبه اصلا هنا كده شغاله تمام يعني مش عايزه اي حاجه بس. فده اللي انا غيرته يعني. بس ده كده ازاي تشغل البلاي ستيشن 3. وطبعا اي لعبه هتضيفها عادي بقى الموضوع سهل جدا. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامه.